هستأذنكم نروح لأسيوط، أرض الصعايدة، أنا أشوف الصعيد كلكم وأسيوط عندكم تاني بصراحة، وبالمناسبة وبالذات جامعة أسيوط. وكان لي أنا أستاذ يمكن اتكلمت عليه قبل كده، كان بيدرس لي اقتصاد دولي في الكلية وفي الجامعة تحديدا، وهذا الرجل كان من أبناء أسيوط المحافظة ومن أبناء جامعة أسيوط ومن أكبر أساتذتها يعني الله يرحمه، وبالتالي فدايما أسيوط لي عندي فعلا مكانة كبيرة قوي قوي يعني. جامعة أسيوط بتعلن تأهل فريق من طلاب كلية الهندسة لمسابقة الجمعية الأمريكية للمركبات في ولاية كاليفورنيا بتصميم درون، طيارة بدون طيار. طيب تعالوا ناخد معانا على التليفون دكتور محمود محمد عثمان، أستاذ مساعد قسم هندسة الميكاترونكس بجامعة أسيوط والمشرف على هذا الفريق النابه الدامغ النابه النابغ الاثنين مع بعض. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا سيدي؟ كل سنة وحضرتك طيب كده ورمضان كريم مقدما. الله يبارك، الله يكرم، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. فرحنا باولادنا في الجامعه في قسم الميكاترونكس والموديل اللي بيشتغلوا عليه واللي نازلين بيه المسابقه في كاليفورنيا ان شاء الله. طيب هو زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، هي فعلا دي مسابقه تبع جمعيه المهندسين الامريكيين للمركبات في امريكا، ودي مسابقه سنويه بتعملها. والمسابقه طبعا كل سنه بيبقى ليها شروط، بيبقى ليها مواصفات معينه في التصميم وفي التنفيذ وفي الترك المفروض تعلمها تعملها طياره. فهو السنه دي كانت دي بصراحه يعني كانت الحقيقه كانت دي مبادره من الطلاب نفسهم ان هم حبوا يخوضوا التحدي ده التشالنج، بالرغم برضو دي حاجه يعني جديره بالذكر ان تخصص هندسه الطيران مش موجود عندنا يعني، فبالتالي ده بالنسبه لهم يعني ما عندهمش باك جراوند كافيه خالص عن الموضوع. لكن هم كانوا حابين يدخلوا التحدي ده ويتعلموا حاجه جديده، والحقيقه اتعلموها بنفسهم. يعني برضه لازم الواحد يقول الحق ان هو يعني الابطال الحقيقيين في الموضوع ده هم الطلاب يعني. ايوه. فهم قرروا يخوضوا المسابقه دي، وهي طبعا زي ما حضرتك تفضلت هي طياره بدون طيار، لكن من نوع ار سي. ار سي ده مختلف عن الدرون، معلش انا يعني هصحح بس. ايوه صححنا، انا غلبان في الحاجات دي برضه. من قال لا اعلم فقد افتى. لا لا ولا العفو يا استاذ حضرتك استاذ. لا العفو لا يا فندم، انتوا العلماء وعلى راسنا. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك. هو الفرق الاساسي برضو عشان لو حد يعني مهتم وبيسمعنا، الدرون بتتحرك بتطير يعني باربع محركات، يعني فيها اربع طيارات وبتطلع بشكل راسي تماما زي طيارة الهليكوبتر بالظبط. ايوه. مش محتاجه ان هي تاخد ممر اقلاع ولا حاجه. انما الطياره اللي هو اللي في النوع الثاني اللي هو الار سي ده بتبقى طياره ليها محرك واحد بس في مقدمه الطياره وجناحين، زي الطياره العاديه بالظبط، شبه الطياره العاديه. وعلشان تطير لازم يعني تجري الاول على ممر اقلاع وتطلع بمسافه اقلاع معينه علشان تبتدي تطير. فهو المسابقه بتركز على النوع ده مش على الدرون. طب حلو جدا. هم الطلبه يعني شافوا الشروط المطلوبه وقعدوا مع بعض وكونوا تيم ممتاز جدا من قسم الهندسه الميكانيكيه عندنا في الجامعه، وقسم الهندسه الكهربيه، وقسم هندسه الميكاترونيات والروبوتات. والحقيقه كان تيم يعني منسجم تماما، وكان طبعا هم يعني زي ما حضرتك عارف لما كل حاجه يعني جايه لوحدها من عند الطلبه بيبقوا هم لوحدهم يعني سيلف موتيفيشن، يعني ما كانوش محتاجين لحد يقول لهم اشتغل يعني. فهم كانوا بيشتغلوا لوحدهم، كان عندهم عزيمه واصرار ان هم يطلعوا النموذج بشكل ناجح، وبالفعل حطوا تصميم وتعبوا جدا وبذلوا مجهود، وبعدين عملوا حاجه ثانيه ان هو عملوا السيميوليشن او المحاكاه عشان يطمئنوا ان التصميم اللي عاملينه ده تصميم مظبوط. وبعد ما اطمنوا من السيميوليشن ان التصميم بتاعهم مظبوط ابتدوا ينفذوه، ورحنا يعني استاذنا في مركز بحوث طيران تابع للهيئه العربيه للتصنيع، استاذناهم ان احنا نعمل تجربه طيران هناك قبل ما هم يسافروا عشان برضه يطمئنوا ان الطياره بتشتغل بشكل كويس، لان هي محتاجه مساحه ومسافه وممر اخلاع، فلازم تكون في مكان زي مطار يعني. حلو قوي. والحقيقه هم ما تاخروش معانا خالص يعني، ومشكورين يعني سمحوا لنا في وقت يعني وجيز جدا ان احنا نروح هناك ونجرب الطياره، والحمد لله الطياره طارت الاول يعني لاول مره، يعني التجربه الاولى كانت تجربه ناجحه بنسبه مثلا 90%، فدي حاجه يعني تحمد للطلاب يعني، هم ذاكروا كويس اجتهدوا كويس وصلوا النتيجة يعني دي نقدر نقول لاول مره يعني. حلو قوي. يعني شويه تظبيطات بسيطه يعني.
طيب انا هنا عندي سؤالين لحد اللحظه دي، مش عارف اذا كان هيبقى في ثالث ولا لا. هل اي حد من طلاب كليات الهندسه على مستوى العالم من حقه ان هو يشترك في هذه المسابقه، ولا المسابقه ليها شروط محدده بشكل صارم؟ لا، هي المسابقة مفتوحة، هي مسابقة انترناشونال مفتوحة لأي مؤسسات يعني بحثية أو تعليمية. حلو مفتوحة جدا. تماما. لأي مؤسسة بحثية أو تعليمية. طيب. لكن طبعا هم بيبقى ليهم طبعا اشتراطات، يعني لازم يكون تيم، والتيم ده يعني بشكل ما يكون أوفيشال تبع أي جهة رسمية، ويكون ليهم سوبرفايزر، يعني حتى الطلبة ما ينفعش تسافر لوحدهم، لازم يكون معاهم سوبرفايزر مسؤول عنهم. بس يعني طيب. الشروط اللي هي الاداريه دي، بما انه الطياره، لكن مع ذلك اي جامعه تقدر تشترك. بما انه الطياره اتصممت واتنفذت وطارت من اول مره، فيبقى هي الايروداينامكس بتاعتها مظبوطه، موزونه صح الى اخره. الله ينور عليك. لم اصل ساقط اعدادي هندسه، ده بجد مش هزار. والله يعني انا مش مهندس، بس يعني ايه فاكر شويه حاجات كنا ناخدها. فلكن هنا بقى هرجع على اجتهادي الذاتي. انا عارف انه الطائرات المسيره قدامنا بيبقى لا، وصححني لو انا غلطان، في النهايه انا ما بفهمش، انا ساقط اعدادي هندسه يعني غلبان جدا. فالطيارات بتطير يا اما بار اف راديو فريكونسي، يا اما انا بحط لها مسار على الجي بي اس وبأطلقها فبتروح على حسب المسار والبرنامج اللي انا حاططه لها على الجي بي اس. النوع ده بقى من الطيارات اللي احنا عاملينه عندنا في جامعه اسيوط بأي من الطريقتين، ولا في حاجة ثالثة أنا ما عنديش فكرة عنها؟ لا حضرتك بتكلم مظبوط. النوع اللي هو بتاع الجي بي اس هو أكتر في الدرون، الدرونز معظمها بتشتغل بجي بي اس. لكن النوع الثاني اللي هو ار سي ده بيبقى بموجات الراديو، لأن هو بيبقى ريموت كنترول، فلازم يبقى في اتصال مباشر ما بين الطيارة وبين الكنترول سنتر، فالكلام ده بيصير يعني بيتم بأكثر من طريقة، والطريقة المشهورة هي موجات الراديو. ار اف. طيب بإذن الله أولادنا يسافروا على أمريكا إمتى؟ ولا مش لازم يسافروا، بيبعتوا الموديل بتاعهم بس؟ لا ده هم لازم يسافروا، وكمان ده هم يعني عشان يسافروا لازم يكونوا جربوا الطياره ويبعتوا تقرير للمسابقه ان الطياره جربت وايه المشاكل اللي فيها، ويعملوا تقرير واسع عن الموضوع. وانا هم لا التيم طبعا لازم يسافر، وهم شباب طموحين جدا، والتصميم اللي عاملينه تصميم هايل، وانا يعني متفائل بيهم ان هم ان شاء الله يحققوا مركز كويس جدا. وانا معلش ده يعني انا عايز استاذن حضرتك يعني انتهز الفرصه ان انا موجود في هذا المنبر. هم عندهم مشكلة واحدة بس، مشكلة لوجستية خلينا نقولها يعني إذا جاز التعبير، اللي هي إن هم ما كانوش قادرين ياخدوا موعد في السفارة عشان يطلعوا الفيزا قبل موعد المسابقة. يعني دي دلوقتي تقريبا المشكلة الأساسية اللي عاملة إزعاج في الموضوع، يعني لأن هم فيش غير اثنين بس اللي معاهم فيزا من قبل كده، وأنا مش في الفريق، أنا عندي فيزا، لكن باقي التيم يعني هم زعلانين. طيب هم مش قادرين. أنا هقول لك على يعني هقول لك يعني على نصيحة يعني. هو طبعا في كل الأحوال السفارة الأمريكية مش هتدي مواعيد قبل نوفمبر 2022، ده لو بنحجز الميعاد بتاعنا عن طريق الويب سايت. حلو؟ صحيح. ولكن أنا هنا بقى، واسمح لي أقول كلمة يجب على كلية الهندسة جامعة أسيوط إنها بتقدم جواب رسمي معتمد ويقدم يد، يعني يسلم باليد في مقر السفارة الأمريكية بجاردن سيتي بالقاهرة، طلب للسفير الأمريكي بمنح فيزا مؤقتة للطلبة للمشاركة، وهتحطوا معاها الإيميل اللي جاي لكم من المسابقة في كاليفورنيا. ده على حد علمي، ولكن راجع ورايا، بس انا اظن هي دي الطريقه، ممكن يبقى فيها شويه تفاصيل زياده، فبس راجع ورايا. والله نامل يعني يا استاذ يوسف ان هي يعني تحل، بس عشان يعني يحصل استثناء، يعني السفاره الامريكيه ما بتطلعش فيز. يعني بيسمعنا ممكن يكون يعني يساهم معانا في حل المشكله باذن الله. باذن الله هنلاقي لها حل يعني يا رب، واحنا لو عرفنا نلاقي حلول صدقني انا اللي هتصل بيك وهقول لك الحل بتاعها ممكن يمشي ازاي يعني. أشكرك جدا 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 يا دكتور، وبكل التوفيق ليك ولكل طلبة هندسة، والفريق بتاعنا بإذن الله يسافر أمريكا ويرفع راسنا في السماء. كل الشكر للدكتور محمد عثمان، أستاذ مساعد قسم هندسة الميكاترونكس أو ميكاترونيات تعريب غريب بجامعة أسيوط، والمشرف على فريق الطلاب. في حد كان بيقول يوسف أنت ما قلتش اسم الدكتور، هو مش بس دكتور بالنسبة لي، هو دكتور محمد منصور، أستاذ الدكتور محمد منصور. ما كانش مجرد دكتور بالنسبة لي، وما كانش مجرد أستاذ كبير ليا في الجامعة إطلاقا. الراجل ده تقدر تقول تبناني فكريا ودراسيا، وكان نموذج الله يرحمه يا رب الله يرحمه، وكان نموذج من الأساتذة الكبار جدا
اللي يعرفوا ازاي يتعاملوا مع طلابهم كل واحد على حسب السيكولوجي وتركيبته وتفكيره وحاجات زي كده. كنا نلتقي ده يعني في نقطة ان احنا الاثنين يسار، هو ناصري وانا بقى يعني كانوا اصحابي مسميني حتى هذه اللحظة كارل ماركس، فكان دايما يستوعبني جدا وصديقي جدا ويدعوني للغدا لما ينزل القاهرة ويدعوني الى جامعة اسيوط، فانا ادعو لي دايما بالرحمة الدكتور محمد منصور، استاذ دكتور محمد منصور، ويمكن دايما اطلب من انه جامعة اسيوط انا مش عارف لو ما اطلقتش اسمه على مبنى من مبانيها المهمه في كليه الاقتصاد هناك او معهد الدراسات الاقتصاديه اللي موجود جوه الجامعه وهو كان مؤسسه بالمناسبه، اتمنى 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 انه يطلق اسمه تخليدا لي، مش لانه استاذي ولا حاجه، لكن الراجل ده فعلا له مجموعه من المؤلفات العظيمه العظيمه، فيعني اتمنى ذلك اتمنى ذلك.